طب صباح الخير قليل. صباح النور. عن قريب قبل بشوي ما قدرنا نحكي معك، كنا عم نعمل ويندو مع مين سبور، وعملنا سبور شوي انا وقالين بس خفنا نعرق بقى وقفنا قبل بوقت، وبعدين لابسين كعب اليوم دونك مش ماشي الحال. صباح الخير. صباح النور. بحاجه لكثير تبس نحن هلا قبل عيد الميلاد هولي بعدين بدنا نحضرهم. هلا بدي احضر وحده فرجي المشاهدين كيف بيعملوهم. بدنا نشكر مساحه اللي هن اعطونا الفكره اليوم، وبدنا نرجع نحطهم على الطاوله قبل ما نتغدى كلنا سوا. ونحن رايحين كل واحد منا بياخذ وحده وبيروح على البيت. اه هيك؟ هيك قررنا. اوكي حلوه الفكره. ايه مثل كل سنه. هلا ما اوكي وحده لشربل كمان. جبنا هلا هولي شو؟ كبكوب صوف. كبكوب صوف بس من جوا من تحت مسكرين، لازم ننقيه هيك يعني. ايه مسكر. تا فينا نحط فيه كمان مي، واذا بدنا فينا نحط ورد او زهور. اوكي فينا نحطهم بلا مي. نحطهم بلا مي هيكون عايزين مي. بنجيب كريسمس ديكوريشن بهالطريقه. عندك وقت قليل لهيك الشيء؟ لا بس بحب اتفرج على شيء. بس بدي اقول لك شغله، لما بتتعلق يعني بتتابعي ستيفاني وتينا كيف عم يشتغلوا بتشوفي قد ايه في اشياء كثير كثير يعني بسيطه وهينه، بس بتنقص الفكره. صح. فلما بتصيري تعرفي تعمل الشغله ما بيعود ولا بدها وقت ولا بدها تفكير، يعني مزبوط. ما بتقعد تعتلي همها. على كل متابعهم يعني بتفاجئ اوقات من قصص كيف بيحولوها. بس بدها بحس بدها باسيونس وبدها وقت. صح. بدها وقت. لا بدها بس تتعلم التكنيك. أي. يعني أي. اوقات من شغله بسيطه بنعلم كيف نقعد نحن ببيوتنا نقدر مزبوط. نشتغل ونعمل القصص البلوتو ريسيكلاج كمان نحن كثير بنحب. قد ايه بعد في عندنا وقت؟ 3 دقائق. اليوم الدبس كثير قصير. ولا هون بدنا نبرمهم بهالشكل. قولي ديجا معمولين. اليوم ما عندنا كثير وقت، اليوم حفله عندنا بالام تي في بين الضيوف والمقابلات. بس بدي اذكركم انه تينا والسا ناطرينكم بالكاسليك. بدنا الاولاد يروحوا لابسين مع بوني حمراء بابا نويل تيستقبلوا بابا نويل وراح يكون في كثير هدايا. قيمه تقدمت مازن وورلد. فوالا تقدمت كمان فيورديلي، وفي تيكت سفر. في تيكت سفر عبرنا كلهم. نحن ناطرينكم بالكاسليك لكل الشباب والصبايا الصغار يلي لابسين بني احمر. خلصت. وكمان عندنا الفيسبوك كومبيتيشن. في صوره على الفيسبوك على بيج ام تي في الايف. فيكم تفوت، عم نشوف الصوره. فوالا فيكم تفوتوا ولازم تحذروا المكان. مصعبينا شوي لانه هلا معنا اسبوع كامل على كل حال لنحذرها. صح. والجواب ب 31 ديسمبر. اوكي إلسا بتعطيكم الجواب لكينا ب 31 ديسمبر ليله عيد راس السنه. بس بالنهار رح يكون في برنامج فياج ضمن البرنامج هي بتعطيكم اسم الرابح. بدنا نعمل تيراج وصار، واليوم رح يطلع لكم 2 تيكت سفر تقدمت ناديا ترافل. واحدة من كاسليك هلا اذا رحتوا شفتوهم لتينا وإلسا، وبعد شوي من بكفية. فوالا خلصنا. بس هلا بير نويل نطركم بالكاسليك وما تروحوا ابدا. هدية عليكم لانه هدية كثير حلوة. بس لبسوا الاولاد شابويات بير نويل بنيات حمر وروحوا لقوا تينا اي بني احمر، مش ضروري بير نويل. اوكي اي بني احمر دائما بتعملكم اياها. اوكي رح ناخذ سوا بريك ونرجع بنكون بدنا ننتقل على كفر دربين. اتفضلوا.